بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. اللحية وحكم حلق اللحية الذي لا يعلمه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلق اللحية من كبائر الذنوب. حلق اللحية تشبه بالنساء وتشبه بالمجوس وبأهل الكتاب، وتغيير لفطرة الله سبحانه وتعالى، ومثلى أي تشويه لخلقة الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام مالك. يبقى أنا هقول لحضراتكم الدليل الأدلة القوية جدا جدا من السنة على حرمة حلق اللحية بالموس، وأن الذي يفعل ذلك يأثم إثما كبيرا. هضع لحضراتكم تحت هذا الفيديو رأي 24 عالم أو 25 عالم، من بداية من الأئمة الأربعة، من كل من جاء بعضهم من العلماء الكبار الذين مشوا يعني على مذاهب الأربعة، وكلهم مجمعون على تحريم حلق اللحية وتأسيم من يفعل ذلك. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلقوا، في الحديث الصحيح، حفوا الشارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس. خالفوا المجوس، إذن الذي يفعل يعني لا يحلق الشارب أو يحلق اللحية بالموس يحاكي المجوس، ومحاكاة المجوس وأهل الكتاب من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا هذا الحديث صحيح متفق عليه وله روايات كثيرة، أعفوا الشارب حلقوا اللحية خالفوا أهل الكتاب. هناك أدلة أخرى كثيرة، هناك أدلة أخرى كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه هذا الحديث له اكثر من روايه، جاءه رسل كسرى عندما ارسل الى كسرى يدعوه الى الاسلام بعد صلح الحديبيه. فعندما قرا كسرى عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق الرساله قد مزقها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فمزق الله ملكه يعني، وبعث له من ينقلب عليه. وقال لا، قال كسرى قال لرسله اذهبوا الى هذا الرجل واتوه به واتوه تحت قدمي. فعندما جاء رسل كسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه، كانوا ده فعل المجوس، كانوا محلقين اللحى وتاركين الشارب. فعندما راهم الرسول صلى الله عليه وسلم نظر اليهم مستنكرا، ثم اشح بوجهه الناحيه الاخرى مستنكرا، ثم نظر اليهم وقال لهم ما هذا، مشيرا ايه الى الوجه. فقالوا له أمرنا ربنا أن نعفي هذه ونحلق هذه. فقال لهم أما أنا أو أما نحن فأمرنا ربنا بأن نعفي هذه ونحلق هذه. هذه رواية. رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم، نظر إليهم أشح بوجهه مستنكرا، ثم نظر إليهم مرة أخرى وقال لهم ويلكم ما هذا؟ قالوا له أمرنا ربنا بهذا أن نحلق هذه. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أما نحن، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرواية تقول ماذا، فنخالف سنتكم فنعفي هذه ونحلق هذه. يبقى إذن الذي يترك الشارب ويحلق اللحية يحاكي سنة المجوس والعياذ بالله، عبدة النار. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث من السنة، جاءت الآثار، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من لم يأخذ من شاربه، أي الذي يترك الشارب لا يحلقه أو يقصه قصا شديدا ليس من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما قال ليس من غشنا فليس منا، قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه. فما بالك بحلق اللحية، بس كان الرسول يقول هذا على الشارب يقول ليس منا، فما بالك بقى باللحية. الدليل الرابع، سيدنا عمر بن الخطاب جاء في الأثر أنه كان يرد شهادة من ينتف لحيته، الذي ينتف لحيته مردود الشهادة تفسيقا، ينتف، أنا بقول ينتف لا بقول لا يحلق باللحية، بل لا يقول لا يحلقها بالكامل بالموس، ولا يقول ينتفها، ينتف منها، يأخذ منها بعد شهرات فقط. لذلك كثير من العلماء
حرموا الاخذ من اللحيه على اي وجه من الوجوه. لكن فيه راي، وده ايسى الاراء بتاع الامام الشافعي لما جاء الى مصر، ولا يعني طباع الناس في مصر مختلفه، فاباح ان عدم اطلاق اللحيه يعني اطلاقا شديدا، ولكن اقال لا تحلق اللحيه بالموس، ولكن تبقى زي ما نعملها كده او اقل او اكتر شويه. ده ايسر الاراء. لذلك العلماء مجمعون، والائمه الاربعه مجمعون على هذا. والامام مالك يفسق حالق اللحيه ويرد شهادته كما كان يفعل سيدنا عمر وكل العلماء. فالعلماء كلهم قالوا حالق اللحيه فاسق، وكما وقالوا لا يفعله ومبتدع، ولا يفعل ذلك الا مخنسة، مخنس قال العلماء مخنس تخنس والعياذ بالله، لانه وتشابه بالنساء، وتشابه بالنساء والعياذ بالله يقع في اللعن، لعن الله المتشابهين بالنساء من الرجال والمتشابهات من الرجال بالرجال من النساء والعياذ بالله. هكتب لحضراتكم كل الادله دي واراء العلماء، كل واحد رايه ايه. ف كما قال حلق اللحية تشبه بالنساء، تغيير فطرة الله سبحانه وتعالى. عشان كده السيدة عائشة كانت تقول اللحية زينة الرجال. أحد العلماء كان يقول، كان أجرودي ليس عنده شعر، أوددت لو أني أشتري لحية بعشرة ألاف دينار. اللحية أيضا تضع حد بينك وبين الذنوب حدا. هذه عشان كده ده يعني الإنسان المنتحي، إحنا ما بنتكلمش على عشان ما حدش بعض الناس يستثني يقول في بعض المنافقين، لا تضرب مثل بالمنافقين او، لكن اللحيه تحض وتحد من الذنوب. يعني الانسان بيستحي وهو ملتحي انه يفعل ما يفعله المحلقين. وحلق اللحيه من الاسام او الذنوب التي يعني تظل السيئات تنزل على صاحبها ليلا نهارا، ثم محلق وثم الناس بيتراها على هذا وكل يشوفك ويقلدك تشيل تحمل نفس تحمل ذنبه لا حول ولا قوه الا بالله. فهل كلنا نتقي الله سبحانه وتعالى؟ الاجل ياتي فجاه، فلا تموت وانت متشابه بالنساء، وكما قال بعض العلماء مخنس ومغير لفطره الله سبحانه وتعالى. ستقرأ اراء العلماء وستقرأ الادله التي ساكتبها تحت. فيجب ان نحترم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واراء العلماء، لانك لن تلوم الا نفسك. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، والانسان اللي بيحلق لحياته يتقي الله. انت بهذا غير لفتره الله سبحانه وتعالى، محاكي لسنه اليهود ومحاكي لسنه المجوس ومتشابه بالنساء والمخنسين. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. شوف هذا الفيديو وبيحلق لحيته، يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويطلق اللحيه. تستطيع ان انت ما تخلاش تبقى طالعه بس باينه، لازم الوش يبقى خشن، مش لازم تبقى كبيره ونازله، لكن على الاقل ده اضعف الايمان انها تبقى طالعه وباينه. اللهم بلغت اللهم فشل. انا هكتب حاجه كل الكلام ده تحت الفيديو، اراء 25 عام ولا 24 عام دول والاحاديث بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده ليس لك عذر وليس لك حجه، عرفت فلزم كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي. فيا ريت تنسخوا الكلام ده وتنشروا عن مقطع وصف كتابي، ونشروا هذا العلم في ثواب عظيم، ولعل علما فانه اجر من عمل به الى يوم القيامه. لا ينقص ذلك من دون شيء. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.